هذا الممر الاقتصادي هو سوف يكون ممر آمن، يوفر كلفة قليلة وسرعة في وصول هذه البضائع، أيضا سيساهم في ضمان الأمن للتبادل التجاري ومختلف الخدمات. أعتقد هذه كلها مقومات تساهم في الاستقرار، خصوصا عندما حقق هذا التشابك في المصالح. الكل يجد مصلحته في استقرار هذا البلد، لأنه لديه استثمارات، لديه منفعة تأتي من هذا الممر أو من هذه العلاقة التجارية الاقتصادية. سياستنا أيضا اقتصاديا هي ليست تتجه لطرف معين أو محور معين كما هي سياستنا العامة في مختلف المواقف. نحن ننوع علاقاتنا مع مختلف الدول الآسيوية الأوروبية الغربية وفق هذه الرؤية. أعتقد سنحقق نوع من التفاهم، نوع من المنفعة المتبادلة مع دول المنطقة والعالم.